حنا نقول لك شكون اللي سحر بدون ساحر، لان بالطرق ديالنا بالايات القرانيه نقول لك شكون اللي سحر لك. الرقاد ما كيعتنوش بالمريض، كيكونوا غرضهم غير الجانب المادي وماشي عيب تمشي تعلم وماشي تكون. راه من طب الناس وهو جاهل فهو آثم، راه هذا انسان راه ماشي حيوان راه بشر. اللي كيمشي عندي يقول لك انا معالج روحاني او نوراني وتيقول لك عطيني سميتك وسميت باك، فهذا راه ساحر خرج ما تكملش، لان يقدر يسحر لك، يقدر هو يزيد سحر اخر باش تقعد شي عنده يدير فلوسك. هذه خطه كيديرها لك انت تبقى تمشي عنده كل مره ويديك الرزق ديالك. ملي كيدخل المريض عندنا هنا كيدخل المركز كيتزير هنا باش يطلع هاد المريض، لان كاين شياطين تختلف، كاين مريض كاين غواص كاين ترابي كاين طيار. اذا كان طيار تيقدر يجي عند الراقي يخرج تحضرو، يقدر يشوفه في الدار او يشوفه في شي بلاصه في الخلاء في الطبيعه، يقدر يبان ليه يدوز بحال الخيال. هذا بالنسبه للمسحور، كما قال الله سبحانه وتعالى يراكم هو وقبيله من حيث لا تراه، يراكم هو وقبيله من حيث لا تراه. اذا كيشوفوا غير المسحور. الرقاد ما كيعتنوش بالمريض، كيكونوا غرضهم غير الجانب المادي. حنا كنديروا ملف بحال الطب، ملف طبي كيتبع المريض وكنبقاو معاه حتى تنبطلوا ليه السحر، لان لما تبطل السحر راه ما يخرجش الجن، لان الله سبحانه وتعالى يقول السحر ان الله سيبطله. اذا حنا اذا كان مرمي في البحر واش غنجيبوا غواصه نجبدوه؟ لا، ان الله سيبطله. اذا كيتبطل في اي مكان باذن الله عز وجل. غير باش ما يكونش واحد الناس ياخذوا واحد الفكره انا غنمشي عند هذا الساحر غيقول لي شكون سحر. حنا نقول لك شكون اللي سحر بدون ساحر بدون عراف بدون شوافه، لان بالطرق ديالنا بالايات القرانيه نقول لك شكون اللي سحر لك. كذب يقول لك انا غنطلب الصوره ديالو او جيب لي الاثر ديالو او جيب لي الملابس ديالو، هذا كذب. كما كاين اطباء اجلاء تيعتنوا بالمريض وتعطيوه قيمه وكذا، راه كاين اطباء اللي كيكونوا غرضهم غير الجانب المادي، كذلك الرقيه كاين رقات اللي غرضهم غير الجانب المادي وعطاو الصوره خايبه لهذا الرقيه والرقاه. وانت ما تعطي هذا البرنامج قوي باش يقوم من الليل وباش يدير هذه الاذكار وباش يدير كذا، راه كيمل ما يقدرش يستعمل، والشيطان ما يخليش يدير هذا البرنامج، لان الشيطان هو شنو؟ هو عدو، الله سبحانه وتعالى فاتخذوا عدو، فهو عدو ما يخليكش تصلي. اجي تشوف وتشوف الناس كيفاش كيعانيو، حنا كنتألموا وكان بعض الحالات اللي كنبكيو اللي كنشوفوا الحالات اللي اش كيعاني الانسان؟ كيعاني من جنون، من كثير من الناس انتحروا، كثير من الناس ماتوا، وعندنا ادله وعندنا هذه مسكينه ملي كتكون غادي المدرسه كطيح في المدرسه كطيح وكتشنج الجهاز العصبي ديالها وكطيح. والله يشهد الرقيه الاولى طلع داكشي فيها وبدا كيهضر ولقينا عندها سحر تصاب، قال لك داروا لباها الرقيه راه كيعاني بالطاقه ديالو، كيعاني في الصحه ديالو، كيتحارب من الشياطين، كيحاربوه في رزقه، كيحاربوه في ولادو، كيحاربوه في صحته. الناس اللي كيهاجموا الرقاد راه الراقي الصادق والراقي المتمكن والراقي اللي كيحارب الشياطين راه يحارب، راه هادو تا هما عندهم جيش. ما عمر السحر يبطلوا الساحر، خاص تعرفوا شنو هو الساحر. الساحر هو انه يكفر بالله عز وجل ويشرك بالله سبحانه وتعالى. اعزكم الله يبول على القران، عدو الله المجرم يدخلوا الى المراحل باش باش يخدم مع الجن او الشياطين، لابد من عمل لهم طقوس شيطانيه. اسرار من الاسرار، انا طلع لي شيطان مجرم مال، وكان انا كناخذ عندهم خبره وتجربه وكنسولهم، تيقول لك انا احنا الشياطين والله ما نعطيك معلومه ولا نعطيك الا تخدم معايا. وكثير من الحالات والله يطلعوا جن، طلع شيطان عندي انا وتكلم معايا قال لي انا شحال واحد قتلته شحال ما دفعته انتحر، والله العظيم راسه ما سولته ما والو، تكلم حقدا هو انا شحال ما قتلته، دخلت جسده قتلته انتحر وخرجت عاد مشيت خدمت عندي واحد اخر، والله العظيم هذا كاين. وكاين بعض الاطباء الاجلاء اللي عندهم درايه وعندهم خبره وعندهم تجربه طلعوا على هذا الميدان، تيقول له دي سيدي الرقيه الشرعيه. عدد من الناس عندي الحمد لله من عند اطباء قالوا سيدي الرقيه الشرعيه، ولكن الانسان ما كيصلي ما كيدير اذكار ما كيدير ما عندوش ورد يومي، فراه كيدخل الشيطان كيدير ما بغى، لان لقى بحال الدار خريبه، دار خريبه كيعمروها الشياطين. هكذاك الانسان اذا كان خريب.
وما نجمعوش الرقات في سله واحده، وكاين الرقات اللي تطفلوا على هذا الميدان ما لقاو ما يديروا، مشاو لهذا الجانب هذا لقاو سهل، لان هاد الناس رانا كنحاربهم.